بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور محمد زكريا، كلية العلوم قسم الكيمياء جامعة اسكندرية. ان شاء الله هنكمل مع بعض كلاس امين. احنا كنا خدنا مع بعض نومنكليتشر ايباكو كومن، وخدنا البريبريشن بتاعت الامين، بس يمكن اخر تفاعلين حضرنا بيهم الامين، تفاعل هوفمان وتفاعل كيرتيس رياكشن، ما كناش خدنا الميكانيزم، وده هنكمله مع بعض واحنا ماشيين معايا يمكن في نهاية الفيديو ده. بس عامة انا هبدأ في الفيديو ده بالنسبة للفيزيكال بروبرتيز بتاعت كلاس امين والاستراكشر بتاع الامين، وبعد كده في الفيديو اللي بعده هناخد الرياكشن بتاعت الامين على حسب وقت الفيديو. بس عامة وانا بشرح الفيزيكال بروبرتيز دلوقتي هنحتاج معلومات من الاندكتيف ومن الريزونانس، ودي انتوا لو فاكرين دي تعتبر لغة الكتابة في معظم حاجات الاورجانيك معايا، فاللي هو برضك مش شاطر قوي فيها، احنا ان شاء الله خلال يعني بعد 3 ايام كده هبدأ انزل شرح الاروماتيك القديم، وده كنا شرحنا فيه بالتفصيل الاندكتيف والريزونانس معايا، وده يعتبر اساسيات مهمة عندنا في شغلنا. بس يحاول يتابعني كده وهتلاقي الامور برضك ما فيهاش اي مشكلة. هبدأ دلوقتي بالنسبة للفيزيكال بروبرتيز بتاعت كلاس امين. اول حاجة هندرسها في الفيزيكال بروبرتيز هندرس البويلينج بوينت او الميلتينج بوينت. بس انا عايز افكركم من زمان احنا كنا اتفقنا زي ما الانسان بتميزه بصمة، ليه بصمة بتميزه المادة الاورجانيك، لو كانت ليكويد بتبقى بصمتها البويلينج بوينت، لو كانت سوليد البصمة بتاعتها الميلتينج بوينت معايا، يعني درجة انصهارها للمادة السوليد، درجة غليان المادة الليكويد معايا. وعايز افكركم ان الفاكتورز اللي بتزود البويلينج بوينت هي نفسها اللي بتزود الميلتينج بوينت، بيفرق بس انا بتكلم عن سوليد او ليكويد. وباختصار كده عشان ما بقاش بس حافظ قوانين كده وخلاص، عايز افكركم هو باختصار كده كل ما قوى التجاذب بين جزيئات المادة تزيد معايا، لو كانت ليكويد هي هتحتاج طاقة عالية بحيث افككها وحولها الفيبر اكني بغليها معايا، ولو كانت سوليد هتحتاج برضك طاقة عالية بحيث افكك جزيئاتها وحولها لليكويد اكني بعملها ميلت بصهرها. فاحنا عامة كل ما قوى التجاذب بين الجزيئات تزيد ده بيزود البويلينج بوينت بالنسبة للليكويد او الميلتينج بوينت بالنسبة للسوليد. ولو نفتكر مع بعض باختصار كده احنا كان اول فاكتور بيأثر على البويلينج بوينت او الميلتينج بوينت موليكولار ويت المادة، يعني مبدئيا كده لو تفتكروا هو باختصار كده كل ما بيزيد الموليكولار ويت يعني زادت عدد الاتومز جوه المركب، فبالتالي مساحة سطح المركب بتزيد، فبتبدأ الجزيئات تمسك ببعض بقوة فاندر فالز فورس، زي بالظبط انا حاطط الورقتين دول فوق بعض كده هما ستيبل ماسكين في بعض بسبب ان المساحة كبيرة بتاعت الورقتين، لكن لو حطيت كرة فوق كرة مش هيثبتوا لان السيرفيس اريا اللي بينهم قليلة معايا. فاحنا كلنا حافظين ان البويلينج بوينت او الميلتينج بوينت تتناسب مع الموليكولار ويت معايا. بس بقى عامة فاكرين كل ما الموليكولار ويت، افرض انا ثبت الموليكولار ويت او شبه ثبته معايا، فاحنا ساعتها بقولك البويلينج بوينت او الميلتينج بوينت بتتناسب طردي directly proportional مع عدد ال OH او مع عدد ال NH في المركب معايا. او على فكرة بقولها بدقة، المركب لو عنده H8O او H8N دي بتزود البويلينج بوينت بتاعته. هفكركم بتزود البويلينج بوينت يعني ببساطة كده لو حتى افتكرناها زمان على الالكحول معايا، لو خدت حاجة زي الالكحول ROH معايا وخدت جزيء تاني الكحول وليكن ROH، على فكرة ببساطة الأكسجين more electronegative عن H، الأكسجين more electronegative عن H، بدأ يحصل تجاذب بين ال H وال O اللي انتوا بتسموه intermolecular hydrogen bond، يعني دي الهيدروجين بوند بفكركم بتبقى رابطة، هي رابطة ضعيفة قوي، بتبقى 5% من قوة السيجما بوند معايا، بس موجودة دي باختصار كده اكنها كنا بنقولها بسرعه بتبقى اتشايه ماسكه في اتوم عاليه في الالكترونيجاتيفتي، لقت اتوم عاليه في الالكترونيجاتيفتي حصل بينهم انتر موليكولر هيدروجين بوند معايا، ودي على فكره بتعمل اسوسيشن للموليكول اكنها بتجمعها، فبالتالي بتزود قوة التجاذب بينها، فبتزود البويلينج بوينت او الميلتينج بوينت معايا. على فكرة لو انا اتكلمت عن مثلا حاجة زي الامين،
يعني باختصار كده لو جبت جزيء امين R ولتكن NH2 معايا مع جزيء تاني وليكن هنا N ومعها R وهوضح C وفيها H و H امين، حصل تجاذب بينهم، اهي الN بتسحب الكترونات H وهنا الN سحبة الكترونات H، بدأ يحصل intermolecular hydrogen bond بينهم. فالمفروض بقى دي معلوماتنا العامة، دي مش حاجة حتى يعني اكننا بنشرحها جديد، كلنا المفروض حافظين زي اسمنا وفاهمينها. لو المركب عنده اتشايت او او اتشايت ان، دي بتزود البويلينج بوينت او الميلتينج بوينت بتاعته على حسب هو سوليد ولا ليكويد، ودايما معظم شغلنا بنتكلم عن البويلينج بوينت. معايا؟ على فكرة بقى برضك لو انا مثبت او شبه مثبت الموليكولار ويت، معلومة مهمة لازم ابقى عارفها كجنرال نوليدج، ان البويلينج او الميلتينج انفيرسلي بروبورشنال مع البرانشينج. على فكرة لو انا المركبين تيبيكال زي بعض، بس ده ستريت تشين وده عنده برانشات، معايا؟ نتخيل مع بعض كل ما بتزيد البرانشات بيبقى المركب شبه سفيريكال، شبه كورة، فبالتالي مساحة السطح ما بتمسكش في مساحة السطح المركب زميله، معايا؟ فبالتالي ده بيقلل البويلينج بوينت. فأنا معلوماتي العامة لو حصرتها في البويلينج بوينت، معلومات مهمة كجنرال نوليدج، بتزيد مع الموليكولار ويت. ولو شبه ثبتنا الموليكولار ويت، ساعتها هقولك لو المركب عنده اتشايت او اللي بيقولوها او اتش او اتشايت ان، بس خلينا نتكلم بدقة، ده بيزود البويلينج بوينت او الميلتينج بوينت. ولو مثبتين شبه مثبتين موليكولار ويت، ممكن ادخل فاكتور ان المركب فيه برانشات ولا لا، معايا؟ طب بص بقى بناء على الكلمتين دول هرجع معاكم لكلاس امين. مش كلاس امين فاكرين باختصار كده برايمري امين بتبقى ان ماسكه في ار مش فيها اتشتين، عندها اتشتين ان. سكندري امين ان معاها ار وار وفيها اتشايت ان، معايا؟ تيرشري امين ما عندوش اتشايت ان. فبالتالي عايزين نوصل لك ان دايما لو انا شبه مثبت الموليكولار ويت، معايا؟ هيبقى البرايمري او السكندري عندهم انتر موليكولار هيدروجين بوند، معايا؟ زي ما شرحنا. فبالتالي بيبقوا دايما اعلى من التيرشري في الميلتينج بوينت لو كانوا سوليد، او دايما بتكلم عن البويلينج بوينت لو هم ايه بسرعه ليكويد، معايا؟ لو بقارن اتنين ليكويد. طب بص بقى باختصار كده لو انا روح دلوقتي مثلا سؤال بسيط، انا دلوقتي لو جايب ده يعتبر برايمري امين وده تيرشري امين، تريميثايل امين وهنا بروبايل امين، معايا؟ هما يعتبروا شبه بعض في الموليكولار ويت، بس ده اعلى من ده في البويلينج بوينت، عنده اتشات ان زي ما انت شايف. طب لو جينا خدنا ايثايل ميثايل امين، مش ده سكندري؟ بقارنه بتريميثايل امين، ما هو قدام عينك عنده اتشات ان، بيعمل انتر موليكولار هيدروجين بوند، هيبقى اعلى من التيرشري في البويلينج بوينت. دي فكره لازم تبقى عارفها برضك كجنرال نوليدج. ادي بروبايل امين وادي ايزو بروبايل امين، معايا؟ على فكره هما الاثنين يعتبروا برايمري وعندهم NH2 NH2، بس الفرق بينهم انا شبه مثبت الموليكولار ويت، بس ده ستريت لكن ده في برانشات. فهنا بقولك كل ما البرانشات تزيد بيخلي المركب شبه سفيريكال، فيبقى اكنه شبه الكوره، يبقى قوه تجاذب فاندر فالز فورس هتقل لان مساحه السطح قلت، فبالتالي يبقى ده lower boiling point عن النورمال بروبايل، معايا؟ طب تعالوا نتكلم عن السوليبيليتي. على فكرة برضك وانا بتكلم عن السوليبيليتي لو انا حبيت يعني اختصرها بكلمتين بساط كده، وهي اكنها كجنرال نوليدج قبل ما نشوف الكلام المكتوب، هي باختصار كده لو بتكلم سي ار ان اتش 2 ادي برايمري امين، معايا؟ السوليبيليتي احنا بنتكلم عن السوليبيليتي في الووتر اللي هو بولار سولفنت، هنا بارشل نيجاتيف بارشل اي بوزيتيف، وهنا دي ان بتسحب من الاتش. على فكرة حصل بينهم انتر موليكولار هيدروجين بوند، فانا انتوا عارفين في حاجه بتقول لايك ديسولف ان لايك، يعني الجزء البولر ده بيدوب في بولر سولفنت. بس لو انا فاهم كويس، خدوا بالكم الار دي مش كلها سيهات واتشات، يعني نون بولر، فبالتالي الار دي ما بتدوبش في الووتر. فبالنسبه للامين المسؤول عن الذوبان في الووتر NH2، واكيد لاحظت كل ما الار هيزيد عدد كربوناتها مش كده بتقلل الذوبان، هو في جزء بيدوب وجزء ما بيدوبش، فبالتالي لو ده اللي مسيطر هو هيدوبه. فبالتالي انا معلوماتي العامه ان الامين، على فكره الامين هتدوب كلها بتعمل هيدروجين بوند مع الووتر، سواء كانت برايمري عندها اتشتين، سكندري عندها اتشاي، وحتى على فكره التيرشري هو ما فيهوش اتشات بس عنده الان هي بتسحب الكترونات السي، لو لقت الووتر معايا
لو لقيت اتشيت الووتر باختصار كده اتشيت الووتر هتبدأ باختصار كده تعمل هيدروجين بوند معاها، فهي الN بتعمل هيدروجين بوند مع اتشيت ايه بسرعة الووتر كده وخلاص معايا لغاية هنا. فسواء كان برايمري سكندري تيرشري امين هيبدأ يدوب في الووتر، بس لو بتكلم كلام منطقي جدا هقول لك بس اللي هم لور موليكولار ويت اللي عندهم ار قليلة، لان كل ما الار بتكبر عدد السياد بتقلل نسبة ذوبانها. فانا هنا كلمتين بساط قوي كده باختصار اللي احنا جمعناهم، ادي عندك سولوبيلتي في الووتر اللي هي بولار سولفنت، بقول لك سواء كان برايمري بيعمل انتر موليكولار هيدروجين بوند مع الووتر، طب السكندري معايا عمل بردك انتر موليكولار هيدروجين بوند، على فكره التيرشري التيرشري باختصار كده بالان عمل انتر موليكولار هيدروجين بوند، فكلهم بيدوبوا في الووتر، بس خد بالك ان الار ده نون بولار انسوليبل في الووتر وده بيبقى بولار بارت ده اللي بيدوبها في الووتر. فاحنا في معلومه بنقول لك باختصار كده كل ما هيزيد الموليكولار ويت هتقل ذوبانها في الووتر. فاحنا باختصار كده بسرعه يبقى النمبر اوف كاربون بتاع الامين هيزيد، ده هيقلل السوليبيليتي معايا. فاحنا باختصار كده ميثايل امين بيدوب اسرع من الايثايل امين، شايف البروبايل امين عدد الكربون زاد هيقلل السوليبيليتي في الووتر معايا. على فكره وانا بدرس البويلنج بوينت بدرس السوليبيليتي درست بردك ازاي اكن الامين بتعمل انتر موليكولار هيدروجين بوند معايا. طب تعالوا بالنسبه للاستراكشر بتاع الامين، هو احنا عارفين باختصار كده يعني ببساطه مع بعض احنا عارفين ان الان بتعمل 3 رابط صح، وعندها لون بير، حافظين الكلام ده كويس من الان اورجانيك، بس احنا بندردش معاك كده بنقول لك باختصار كده هي الان وهي عامله 3 رابط هي شكلها تتراهيدرال، هي بيبقى تهجينها sp3، واللي مش فاكر التهجين ده معايا هنبقى ناخد مع بعض مثلا هيبقى اتفرجوا على فيديو في هايبردايزيشن، بس عامه باختصار كده هو الشكل تتراهيدرال اكن ان عامله 3 رابط وفي هنا اللون بير بتاع الان معايا اكنه تتراهيدرال ستراكشر. على فكره لو انا شلت الان كده اكنه يعتبر المركب 3 رابط اكنه تريجونال بلانر اكنهم بلانر يعني موجودين في الشكل ده. يعني ما علينا عايزين نوصل لك كده بسرعه ان الان فيها لون بير وده على فكره هيقوم عليه معظم الرياكشن بتاعتها معايا. طب تعالوا بقى مع بعض كده فكره سريعه، هو الشكل التتراهيدرال بتاعنا ده معايا، الشكل التتراهيدرال بتاعنا لو تخيلنا مع بعض الان، انا لو عامل شكل التتراهيدرال ببساطه كده بالاقلام اكني باختصار كده بتخيل 3 رابط في اتجاه واحده عكسها اكن السي ده اعتبره اللون بير ودول الثري بوندز بتاعت معايا. طب تعالوا مع بعض كده بسرعه كدردشه سريعه، فاكرين لو كانت زمان سي ماسكه باربع ديفرنت جروبس مش دي كنا بنسميها كايرال كاربون، والكايرال كاربون بيطلع لها صوره مرايه ومع بعض اسمهم ايه بسرعه انانشمر معايا. وعلى فكره الانانشمرز لو كانوا 50 50 قد بعض كان بيبقى خليط اسمه راسيميك ميكتشر وكان اوبتيكالي ان اكتف ميكتشر. نفس الكلام ده لو طبقناه على الامين، بس خلينا مثلا جايبين امين ان معاها الثلاث حاجات مختلفه واللون بير ده الرابع، المفروض كنا متوقعين ان ده يبقى ليه اوبتيكال اكتيفيتي سي بيوجه الضوء يمين وده شمال، بس احنا لقينا ان هم على فكره مش قادرين نفصلهم عن بعض معايا. باختصار كده يعني صعب ريزولف الامين ان احنا نفصل الامينز عن بعض، هما موجودين دايما في شكل راسيميك ميكتشر معايا، رايحين بيتحركوا لبعض بصوره سريعه جدا. وعلى فكره ده بسبب هقول لك بسبب وجود اللومبير وبسبب الثري فليكسبل بوند دول معايا. وللعلم بالشيء دي ظاهره بيسموها امبريلا افكت، امبريلا افكت دي يعني باختصار للعلم بالشيء كده اكني بقول لك الامينز دول مش موجودين كل انانشمر مفصول لوحده، هما بيرجعوا لبعض يعني بتخيل سريع كده اكني ببساطه هنا عندنا اللومبير معايا لو بدا يتحرك الناحيه الثانيه هيتقلبوا دول، فاكنه بيروح يقلب يروح لصوره مرايته الثانيه معايا. بس احنا على فكره بقى لو جينا خدنا مثلا شكل كواترنري امونيوم سولت، بص الكواترنري امونيوم بيبقى ان معاها 4 رابط مفيش بقى اللومبير معايا، لو دول مختلفين بقت دي كايرال وبرضك هنا دي صوره مرايته، على فكره دول قدرنا نفصلهم عن بعض
لان ما فيش اللامبير، ما فيش فكره الامبريلا افكت اللي انا قلت لك عليها دي، هو اسمها للعلم بالشيء، بس احنا عامه خدنا فكره عن الان والاوبتيكال اكتيفيتي بتاعتها. وعلى فكره باختصار كده احنا اتفقنا لو كان هو كواترنري امونيوم سولت بقت سهل جدا اني افصل الانانشومر، هلاقي ده موجود وده موجود معايا، ومش لازم بقى 50-50 يبقوا موجودين 100% راسمك ميكشر مع بعض، لا موجود ده اوبتيكالي اكتف واوبتيكالي اكتف ممكن افصلهم. تعالوا بقى مهم جدا في الفيزيكال بروبرتيز البازيستي بتاعت الامين معايا. اهم حاجه ندرسها في الفيزيكال البازيستي بتاعت الامين، وعامه يعني كفكره سريعه قبل ما ارجع للامين، احنا عارفين زمان الامونيا NH3 مش عندها لون بير، وكلنا تقريبا حافظين الامونيا دي تعتبر بيز. حتى افكركم لو جبنا اسيد، هو باختصار كده لون بير مع بلس مش بيعمل كوردينيت، هوصل للشكل NH3 وجات لها اتش 4، وطبعا دي لما فقدت الكترونات بقت بلس، والبلس اكتسب بقى نيوترال اللي احنا بنكتبها مع بعض NH4+ امونيوم. فانت لو تلاحظ الامين الامونيا اشتغلت الكترون دونر او بروتون اكسبتور، مش ده تعريف البيز اللي هو عكس الاسيد؟ مش الاسيد يعتبر بروتون دونر، هو البروتون اهو بيروح لها، او الكترون اكسبتور اكنه اكسبت الكترون عنده. خليني بقى اركز في البيز، البيز مره تانية البيز الكترون دونر او بروتون ايه بسرعه اكسبتور. فالامونيا بتعمل امونيوم، لو رجعت عيد نفس الكلام على الامونيا بتعمل ايه بسرعة؟ امونيوم. لو رجعنا بقى الامين بسرعة، هي الامين ان مع 3R، لومبير مع بلس هيعمل امينيوم معايا، امينيوم او نعتبره امونيوم سولت بردك. بس على فكرة بقى لو رجعنا للإين أورجانيك ده يعتبر اكنه البيز معايا، وده الاسيد بتاعه بنسميه الكونجيكت اسيد بتاعه. دايما على فكره لو قارنا الاسيد بالبيز هتلاقي الاسيد عنده بروتون زياده معايا في معظم شغلنا. فانا عايز اوصل لك ان الامين بيشتغل الكترون دونر بروتون اكسبتور، شغال كايه بسرعه؟ كبيز. طب تعالى بقى نخش في البازيستي ونحاول نركز بالنسبه للامين ايه الفاكتورز اللي هتزود البازيستي وايه اللي هيقلل البازيستي معايا. على فكره دايما هشتغل على فاكتور واحد كده اساسي، وهقول لك ده معظم شغلنا في الجاس فيس او النون بولر سولفنت. هناخد حاله بسيطه بس معايا عن الاكوا سولفنت في الووتر حته على جنب، لكن معظم شغلنا جاس فيس ونون بولر سولفنت، وهنا هيبقى في فاكتور واحد بيأثر على البازيستي. يعني هقول لك باختصار كده، تعال نتخيل ببساطه قوي، لو كانت NH2 هنا جروب G، انا معتبر الامين اكنه مع هنا جروب. ببساطة قوي هبدأ أتخيل معاك كده، لو كانت الجروب دي هي حاجة من اتنين، يا بتدي إلكترونات يا بتسحب إلكترونات، والكلام ده خدناه بالتفصيل في الأروماتيك، وقلت لك اللي مش مذاكره كويس ممكن كمان 3 أيام هنزل شرح الأروماتيك كله فيسترجعوا منه. بس هقول لك احنا خدنا زمان إن أي جروب يا بتدي يا بتسحب إلكترونات، وانتقال الإلكترونات بيتم بنظريتين إندكتيف وريزونانس. في بعض جروب شغاله باندكتيف بس المعظم شغال باندكتيف وايه بسرعه وريزونانس. بس عامه خلينا كتوتال كده، لو كانت الجروب جي بتدي الكترونات هتخيل هتزود الالكترون دينستي، فبالتالي هتزود فرصه هجوم البروتون عليها معايا. كل ما الالكترونز تزيد البروتون البلس يهاجم اسرع، مش كده يبقى زودنا البازيستي؟ طب لو كانت الجروب جي بتسحب الكترونات مش يحصل العكس؟ بس ممكن بقى اقولها لكم بدقة اكتر، هقول لك ايه، هرجع للمثال اللي فوق عشان بس تستوعبها، تستوعب كلامي اللي كاتبينه تحت. تعال نتخيل الامين لو عنده جروب بتدي الكترونات، تعال تخيل هنا لو في كان في عندي هنا جروب وبتدي الكترونات، هنا ما زالت الجروب بتدي الكترونات، فانا هقول لك الامين لو في جروب بتدي الكترونات قلنا بتزود الالكترون دينستي، هتزود فرصة ارتباطه بالبروتون، مش ده بيزود البازيستي؟ وفاكتور تاني، بصوا الامين لما يمسك في البروتون مش يكون الكونجيكت اسيد؟ طب لو بفاكتور بقى هنثبتها اندايركت كده، كل ما يكون البرودكت ده ستيبل مش ده معناه بنروح له بسهوله؟ يبقى هو شغال كبيس كويس معايا. فانا بقول لك لو كانت الجروب جي دي بتدي الكترونات، هتدي الكترونات يعني بتبعت نيجاتيف، مش ده بيقلل البلس؟ وطالما التشارج قلت يبقى الاستابيليتي زادت. فهنقولها بكلام علمي مرتب،
لو كانت الجروب جي بتدي الكترونات هتدي ستابيليتي للكونجيجيت اسيد اللي هو الامينيوم ايون، فبالتالي يبقى سهل يتكون، وده بيبين لي سهوله او قوه البازيستي بتاعه الامين. مره تانية ما هي دي لو اتفعلت مع البروتون ده تكون، فمعنى ان ده تكون معناه ان هي شغاله كبيز كويس معايا. طب تعالوا بقى مع بعض، انا عايز بقى حتى يا ريت كجنرال نوليدج بعد الشرح الكتير ده معظمنا حافظ، هفكرك بحاجة انت حافظها ونرجع للتانية. ياريت باختصار كده كلنا حافظين الأسيد. سين انا عندي ابسط تخيل لأسيد، مش لو في جروب بتسحب الكترونات يبقى البروتون يمشي بسهولة، يبقى احنا حافظين الجروب اللي بتسحب هتزود الأسيدتي. البازيستي عكسها، يبقى الجروب اللي بتدي هي اللي بتزود البازيستي. يبقى الجروب لو كانت بتدي، تعال نتخيل عن الامين اهي، طالما بتدي الكترونات هتزود الالكترون دينستي، هتزود الالكترونز فالبروتون يهجلها اسرع. فانا يا ريت اي طالب المفروض عارف كجنرال نوليدج، جروب بتسحب الكترونات هتزود الاسيديتي، جروب بتدي الكترونات هتزود البازيستي. معايا؟ طب تعالوا بقى مع بعض كده بسرعه نتفق بردك على معلومه كده سريعه. يعني احنا على فكره في الجزء اللي جاي جزء فينول هنشرح الاسيديتي بالتفصيل، وفي الجزء اللي بعده جزء كلاس كاربوكسيليك اسيد هتبان الاسيديتي بالتفصيل، بس انا هروح لمعلومه حتى معظمنا عارفها من الفيزيكال كيمستري. ها يا جماعه، الاسيديتي لما تزيد، مش في حاجه اسمها اسيديتي كونستانت؟ بقول لك هو بيزيد معاها، او بمعنى ادق الاسيديتي كونستانت زاد، يبقى الاسيديتي ايه بسرعه زادت. طب على فكره في بي كي اي يعني ماينس لوج الاسيديتي كونستانت، طبعا ماينس لو دخلت جوه هيبقى واحد على كي اي، يعني اكن البي كي اي عكسي مع الكي اي. فالمفروض معلوماتنا العامه اسيديتي كونستانت زاد يبقى الاسيديتي زادت. طب ماينس لوج الاسيديتي كونستانت بي كي اي بي ال، يبقى الاسيديتي ايه بسرعه زادت. طب على فكره الاسيديتي بتزيد البي كي اي بي ال، يبقى البازيستي بتزيد يبقى البي كي اي بيزيد. معايا دي؟ وهنخش هنثبتها بدقه اكتر شويه دلوقتي. معايا؟ بس مبدئيا كده معظمنا حافظ بي كي اي بي ال اسيديتي بتزيد، يبقى بالتالي بي كي اي بيزيد بازيستي ايه بسرعه بتزيد. معايا؟ وعلى فكره باختصار كده البي كي اي بتاع مين؟ ما هو على فكره البيز، هرجع للصفحه اللي فاتت، البيز بيطلع كونجيجيت اسيد، فاحنا بنتكلم عن البي كي اي بتاع الكونجيجيت اسيد بتاعه. معايا؟ كل ما هيزيد يبقى البازيستي معناها زادت. طب تعالوا بقى مع بعض كده بسرعه، هرجع للكلمتين دول الامين. معايا؟ احنا بنقول الامين بتشتغل كويك بيز بس ليها بيزك كاركتر. معايا؟ وتعالى ندردش مع بعض باختصار كده. بصوا المعادله دي احنا باختصار كده بنقول لك ايه، انا بادئ هنا في المعادله بالكونجيجيت اسيد بتاع الامين، مش الامين NH2 بس جالها اتشاية، لو ضوبتها في ووتر ممكن الووتر تسحب البروتون تبقى بروتونيتد ووتر. معايا؟ وطلع الامين. انا كاتب المعادله بالشكل ده عشان احسب الكي اي اسيديتي كونستانت. اسيديتي كونستانت او ثابت التفكك بتاع المعادله دي هيبقى تركيز البرودكت على تركيز الستارتنج، بس احنا ما بنحطش تركيز الووتر، دي سولفنت حاجه اكسس كده، يعني اكني مش هدخل في تفاصيلها بس مش لازم نكتبه. فانا عايز اوصلك ان الاسيديتي بتزيد كل ما تركيز البروتونات بتزيد، الاسيديتي كونستانت بيزيد مع تركيز الاسيد. معايا؟ وده اللي احنا قلناه فوق بسرعه. يبقى البي كي اي اللي هي ماينس لوج الكي اي، معايا، هتبقى عكسي مع الاسيديتي. طب تعالى بقى بسرعه، انا بس عايز اوصل من القصه دي لايه كده بسرعه. كنت عايز اوصل اني ممكن اقول لك رتب لي المركبات الامينز دي على اساس الديكريزنج في البازيستي، وممكن اقول لك رتبها على اساس الديكريزنج في البي كي اي فاليو. معايا؟ فانت عارف البازيستي زادت يبقى البي كي اي فاليو زادت. معايا؟ طب تعالى بقى كلامنا هنعيده على شويه امثله وحاول تلم الافكار دي بسرعه. انا دلوقتي لو رحت للبرايمري امين عايز اقارن البازيستي بتاعتها مع الامونيا، هتقولي ببساطه قوي ما هي قدامك الار بتدي الكترونات هتزود الالكترون دينستي على الان، فبالتالي بتزود البازيستي. معايا؟ ولو شرحتها لي بشكل اغلس شويه هتقولي ما هو باختصار كده الامين لو افترضنا اتفاعل مع اتش بلس اسيد مش هيعمل كونجيجيت اسيد بتاعه، وعلى فكره الار بتاعتنا بتدي الكترونات
معايا؟ هتدي الكترونات، يعني هتقلل البوزيتيف تشارج، وطالما التشارج قلت مش ده معناه الاستابيليتي زادت؟ يبقى انت بتقول لي خد بالك ان الار بتدي استابيليتي لتكوين الكونجكت اسيد، فده بينعكس انه معناه ان هي بيز كويس. معايا؟ طب انا بناء على كده وصلت معاكو ان الار لو ماسكه في الان مش دي بتزود البازيستي، يبقى ممكن اوصل لقاعده ان التيرشري امين فيه 3 ار بيزودوا البازيستي، مور بيزك عن سكندري امين، مور بيزك عن برايمري امين عن الامونيا. بس خد بالك انا قلت لك كل شغلنا في الجاس فيس او نون بولار سولفنت. على فكره احنا هندرس دي بس بالذات في الاكواس ميديوم، يعني في وجود ووتر. معايا؟ وكل مقارناتنا هنعتبرها من غير ما نقول لك اكنها في نون بولار سولفنت او جاس فيس، اللي هي ديبند على فاكتور واحد في البازيستي، جروب بتدي بتزود بازيستي، جروب بتسحب بتقلل بازيستي. تعالوا بس ناخد حته بقى يعني بدقه شويه، هقول لك ايه باختصار كده. احنا طبعا ده اكنه مثال على اللي فاتت. باختصار كده احنا عندنا التيرشري امين ده مش يبقى مور بيزك عن سكندري عن برايمري اليفاتيك امين عن الامونيا. انا بتكلم عن الاليفاتيك لان الاروماتيك ليها قصه هرجع لها كمان شويه. طب بص بقى على فكره انا المثال ده برضك خليك حاول تتذكره لي. هنا ايثايل امين ده برايمري، ميثايل امين برايمري، بس كنا خدنا ان الاندكتيف باختصار كده كل ما الار، هي الار كانت بتدي الكترونات بالاندكتيف. معايا؟ هي الار بتدي الكترونات بالاندكتيف اللي بنسميه بلس اي، بتدي الكترونات، وكل ما الار تكبر في عدد الكربون حتى على الاقل احفظ لي ايثايل وميثايل، دي الاندكتيف بتاعها اكتر من البلس اي بتاع الان. على فكره انا كنت نسيت اقول لك وانا هنا في الجزء ده باختصار كده ان الار هي بتدي الكترونات، خدناها في الان اورجانيك بالاندكتيف يعني ثرو سيجما بوند. معايا؟ ثرو سيجما بوند بتاعت. طب تعالوا هنا بقى انا هروح لحته كده ونحاول نلقطها في اقل وقت ممكن مع بعض. البازيستي بتاعت الاليفاتيك امين مش لسه اخدينها تيرشري احسن من سكندري برايمري احسن من امونيا، بس انا هقول لك في الاكواس سوليوشن يعني في وجود الووتر معايا كسولفنت، لقينا حصل اكسبشن وحصل لخبطه ان السكندري احسن من برايمري احسن من تيرشري احسن من امونيا. وعلى فكره انا هفهمك في الصفحه اللي جايه اللخبطه دي بسبب ايه معايا، بس مش هتلاقي ان في فاكتور ثابت بيأثر بيعمل ترند ثابت للبازيستي، لان لو في فاكتور واحد كان بقى الترند بقى بشكل منظم. يعني على فكره هنا شايف سكندري ورا برايمري ورا تيرشري ورا امونيا، على فكره يعني ما اتعكسش الترند الثابت اللي فات، ولو كان الترند الثابت اللي فات اتعكس كان زمان عندنا الامونيا احسن من برايمري احسن من سكندري احسن من تيرشري او يثبت زي ما كان. لكن هنا حصل لخبطه وانا هبين لك سبب اللخبطه ليه، لان انا هثبت لك حالا ان في اكواس ميديوم بقى في اتنين فاكتور بيأثروا على البازيستي، في اتنين فاكتورز بيأثروا على البازيستي. بص معايا بسرعه، في فاكتور انت عارفه وفي فاكتور هنزوده. اول فاكتور انت عارفه لو جينا مثلا نقارن سكندري امين نقارنه بتيرشري امين، حاول تلقط معايا القصه دي. هقولك باختصار كده ان السكندري امين ده البازيستي بتاعته ديبند هنا على اتنين فاكتور. ايه هما؟ اولا فاكتور الار اللي بتدي الكترونات مش ده بيزود البازيستي، بس هيخش فاكتور بقى الووتر اللي هي الاكواس سولفنت. لو انا ثبتلك ان الووتر بتزود الاستابيليتي بتاعت الكونجيجيت اسيد بتاعه اللي هو الامينيوم سولت، مش ده معناه بتزود البازيستي؟ طب انا هقولك هنا خد بالك ان البرايمري امين لو اخد بروتون هيكون الكونجكت اسيد بتاعه، خد بالك ان الكونجكت اسيد بتاعه عنده اتشتين فبيعملوا هيدروجين بوند مع اتنين ووتر. وعلى فكره الهيدروجين بوند دي مع الووتر بنسميها سولفيشن، ودي سولفيشن للتشارج. يعني يلقط بسرعه هي اكن قربت الاو باللون بيرز بتاعتها او بالبارشل نيجاتيف من البلس، وده بيقلل الشحنه فده بيديله ستابيليتي. فانا هقولك هنا الامينيوم الامينيوم سولت ده او الكونجكت اسيد ده يعتبر اكنه باختصار دي ستابيلتي بسبب 2 ار بيدوا الكترونات، مش هنا في بلس اي وبلس اي وليه ستابيلتي بسولفيشن 2 ووتر. لكن بص بقى في حاله التيرشري، في حاله التيرشري هو بعد ما ياخد البروتون هيكون الشكل هو الكونجكت اسيد بتاعه، عنده بروتون واحد هيحصل له سولفيشن بجزيء واحد ووتر، قلنا سولفيشن للشحنه يعني بنقللها، اكني اهو قربت نيجاتيف للبلس
فده بيدي لها ستابيليتي. يبقى الكونجيجيت اسيد ده ستيبل بايه؟ لو انا بقى فاهم بدقه، 3 ار بيدوا الكترونات، مش دول كلهم بيدوا الكترونات، بيقللوا البلس، وسولفيشن بواحد ووتر، لكن هنا كان سولفيشن بكام ووتر؟ 2. طب على فكره لو كان فاكتور الار بيكسب كان حسم الموضوع، فاكتور السولفيشن بيكسب كان حسم الموضوع معايا. كنا لو فاكتور الووتر هو اللي بيكسب كنت هقول لك كل ما الاتشات تزيد هتزيد البازيستي، لو الار بيكسب كل ما الار تزيد يزيد البازيستي، لكن هنا في لخبطه معايا، يعني لخبطه بسبب ان هي باكج على بعض، يعني ده بيزك بسبب 2 ار و2 ووتر، ده بيزك بسبب 3 ار و1 ووتر معايا. فاحنا هنضطر نبقى حافظين الترند هنا ده، ان في حاله لو قلت لك، لو قالك في سؤال الاليفاتيك امينز هرتب البازيستي مع الامونيا بس ان اكواس سوليوشن، يبقى انت مضطر تكون حافظ سكندري مور بيزك عن برايمري عن تيرشري عن الامونيا معايا. ولو جينا نفسر ليه السكندري، ليه السكندري وهنا التيرشري امين معايا، نفسر البازيستي بتاعتهم، يبقى انا هضطر افسر بالتفسير اللي احنا شرحناه مع بعض ده معايا. طب تعالوا بقى انا هرجع للقصة بتاعتنا، معظم شغلنا هنشتغل اكنها في الجاس فيس او نون بولار سولفنت، يعني اكن في فاكتور واحد بيأثر على البازيستي بتاعتنا اللي هي جروب بتدي بتزود البازيستي معايا. بس انا بقى هروح بسرعة دردشة كده هقولك ايه الاروماتيك امينز فيها قصة. لو قارنا الامونيا بالاروماتيك امين وليكن انيلين، لقينا ان هي تعتبر باختصار كده الاروماتيك ليس بيزك عنها. ليس بيزك عنها ببساطة كده هقولك ايه، بسبب الريزونانس. ايه قصه الريزونانس هنا؟ لو انا ثبت لك ان بسبب الريزونانس بدات معايا اللومبيرز تختفي، مش ده معناه بتضيع البازيستي؟ اهي اللومبير والريزونانس دي مرت ياما بقى في الاروماتيك معايا. هنا لومبير سنجل دبل، لومبير عايزه بوزيتيف، لو دي اتفكت جا بوزيتيف يشبك في اللومبير، هكتب حاله ريزونانس. فاكرين بكتب كل اللي ما جتش جنبه رابطه رابطه، هنا دي اتفكت ثابت نيجاتيف، هنا بلس مع لومبير تشبك، مش بقت دبل ان ان اتش 2 بلس. طب على فكره بقى بسرعه اهي اتفكت بقت سنجل ثابت نيجاتيف اهي، وهنا بلس مع لومبير شبك. طب على فكره مازال في نيجاتيف سنجل دبل، نيجاتيف عايزه بوزيتيف لو دي اتفكت. هبدا اكتب حاله ريزونانس ثانيه بسرعه، هكتب كل اللي ما جتش جنبه ان اتش 2 بلس، وهنا دي اتفكت ساب بلس لماينس تشبك، وهنا نيجاتيف. وطبعا نكمل ريزونانس نيجاتيف سنجل دبل زي ما في الورق وهكذا. بس عايز اقول لك بسبب الريزونانس اللومبير اختفى، يبقى الان مش هتشتغل الكترون دونر او هتقل شغلها كالكترون دونر، بدا معظم حياته مقضيها مختفي اللومبير، مش ده بيقلل البازيستي. فاحنا ببساطه كده هقول لك ايه، وهتبان تحت احنا في اخر الصفحه كاتبين التفسير، ان اللومبير اهو بدا يعمل ريزونانس اختفى 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 في معظم حياه الانيلين، هو بس يعني موجود في ريزونانس 1 و5 لكن كل دولت مش موجود فيهم معايا. فبالتالي بقى اروماتيستي كنا ثابتين من شويه ان الاليفاتيك مور بيزك عن الامونيا، طب الاروماتيك قلت. على فكره برضك لو انا قارنت الشكل ده، خد بالك ده سايكلو هيكسانامين او سايكلو هيكسايلامين، ده لو ركزت مش دي الان على سي ماسكه في 2 سي، يعني يعتبر اكنه سكندري امين وهو يعتبر اكنه اليفاتيك قدام عينك، دي مش حلقه بنزين، اروماتيك يعني الان ماسكه في حلقه بنزين. هنا اللومبير ما بيعملش ريزونانس ما اختفاش، لكن هنا اللومبير عمل ريزونانس فبالتالي قلت البازيستي معايا. طب بص بقى تعالى بسرعه كده معايا، احنا باختصار كده لو جينا هنا بردك بسرعه، هنا بنقول لك في بردك ممكن مقارنه تانية، هنقول لك الانيلين عشان ياخد بروتون يعمل انيلينيوم، طبعا عشان ده يشتغل كبيز مش كان لازم يكون ده ويكون ستيبل؟ طب انا على فكره ده ملوش استابيلتي بالريزونانس، ده مجرد ريزونانس الحلقه اللي هي بتتكتب الكونجيجيشن مختلف وخلاص. فاحنا الطبيعي ان الانيلين ده ستيبل جدا، عنده 5 ريزونانس زي ما شفنا في الصفحه اللي فاتت، السولت بتاعه ستيبل باتنين ريزونانس يبقى لسه ستيبل عنه، فيبقى صعب دي تروح لدي، مش ده كده بيقلل بيبين ان هي ليس بيزك؟ وعلى فكره الكلام ده يمكن احنا بس اشتغلنا الصفحه اللي فاتت قارنا سايكلو هيكسانامين بالانيلين، قلنا ده مور بيزك. على فكره احنا هنا ممكن نقارنهم بالانرج دياجرام، يعني باختصار كده شايف السايكلو هيكسان عشان يروح للكونجيجيت اسيد بتاعه معايا،
هنا الانيلين عشان يروح للكونجكت اسيد بتاعه. على فكره في الانثالبي معايا انرجي دي باختصار كده، احنا هنا دلوقتي بنقارن ستارتنج ببرودكت. شايف البرودكت لور هاير انرجي عن الستارتنج، يعني لسه ستيبل، فالتفاعل ده يعتبر اندوثيرميك، محتاج طاقه عشان يمشي. هنا الستارتنج والبرودكت نفس الحكايه، ده هاير انرجي عنه معايا. بس لو تلاحظ بقى هنا الانيلين ستيبل قوي بسبب الريزونانس، فهنا محتاجين طاقه ياما عشان نوصل لبرودكت. لو قارنت سايكلوهكسان عشان يوصل لبرودكت الطاقه اقل، فعايز ابين لك ان ده بيشتغل كبيز اقل من اداء السايكلو هيكسايلامين معايا. التفاعل هنا اسرع من الانيلين، يعني الانرج دياجرام اكن مرينا عليه بسرعه وخلاص كده. بس تعالى بقى اللي يهمني كاسئله باختصار كده، انا عندي اليفاتيك امين مش مور بيزك عن امونيا عن ارايل امين او الاروماتيك امين. طب لو جينا نشتغل على الاروماتيك امين نفس الفكره، انيلين لو جبنا حلقه انيلين بس عليها جروب بتدي الكترونات، مش دي تزود البازيستي، بتسحب هتقلل ايه بسرعه بازيستي معايا. على فكره هنا بقى لو بقارن دول ببعض، تولودين ده يتحفظ كويس، ميثايل دي بتدي الكترونات بالاندكتيف صح معايا، هتدي على فكره كلورو كانت بتسحب بالاندكتيف، انيلين على الحياد، يبقى دي زاد وده قل وده على الحياد. هنا على فكره لو فاكرين بقى الميثوكسي معايا، هو فاكرين انيلين عليه اوميثايل، مش ده اسمه انيزول وده انيلين، انيزيدين انيزول وانيلين في نفس اللحظه. خدوا بالك ده انيلين على الحياد، ده عنده جروب على فكره هي بتدي الكترونات بالريزونانس معايا. وهنا على فكره النيترو، لو تفتكروا النيترو باختصار كده ان دبل او كوردينيت او، هي كانت بتسحب، هتبدا تسحب الكترونات الحلقه وبالتالي تسحب من الان اتش 2 على المدى بالريزونانس. فاحنا اللي ناسي الكلام ده هنبقى نرجع له، يرجع له مع فيديوهات كمان زي 3 ايام فيديوهات الاروماتيك، ويراجع الجروب بتدي وبتسحب الكترونات ازاي، القصه ماشيه بالظبط. بس عامه يبقى ده مور بيزك عن ده عن ده معايا عن النيترو انيلين. طب المثال البسيط ده بردك، سي ميثايل امين بقارنه ان ميثايل انيلين، مش ده الانيلين بدلنا اتشيت ان بميثاين، هنا دايفينايل امين ترايفينايل امين. خد بالك باختصار ده اليفاتيك احسن من كل الاروماتيك معايا، مش دي ميثايل بتدي. على فكره خد بالك ان الحلقه بتقلل بازيستي، يبقى حلقتين بيقللوا اكتر، ثلاث حلقات يقللوا اكتر، اللومبير يتسحب يعمل ريزونانس معاهم اكتر. هنا دي حلقه بتقلل وميثايل بتدي، خد بالك ان الحلقه بتسحب الكترونات، يا ريت ما تنسوش هي اللومبير هيدي للحلقه، لو رجعنا للجروب دي هي اللومبير بيدي معايا، يبقى الحلقه كانها بتسحب الكتروناتها. فاحنا باختصار كده ببساطه، يعني زي لو رجعنا لورا مره تانية، مش احنا شفنا باختصار كده ادي الحلقه بتقلل بازيستي الامين ان هي خدت الكتروناتها، خدتها بالريزونانس معايا، فده يعتبر اكنه ماينس ار للحلقه، اكنها بتسحب بالريزونانس معايا. فبالتالي يبقى الاليفاتيك ده احسن من ده اروماتيك، بس في سنه ميثايل بتدي الكترونات احسن من ده من ده من ده. طب تعالوا على فكره البيزك هيتيرو سايكليك امين باختصار كده، الهيتيرو سايكليك ممكن تكون باختصار كده الشكل اليفاتيك. اليفاتيك اكنه يعني ما فيهوش كونجيجيشن دبل سنجل دبل، فبنقول لك الاليفاتيك امين هو البيبريدين والباير بايروليدين. بيبريدين بايروليدين دول كنا قلنا مش لازم تحفظهم قوي في التسمية، بس هما جايين اهم في البازيستي، يعني نحاول برضك نبقى حافظين الاسامي بتاعتهم. هنا ده داي ميثايل امين، فبقولك تقريبا البازيستي بتاعتهم شبه بعض، مش ده اكن الان ماسكه في 2 سي، اكنه سكندري وده سكندري وده ايه بسرعه سكندري، وهما البي كي اي بتاعهم هم قريب جدا لبعض. لكن ده بقى يهمني باختصار كده، احنا البيبريدين لو قارنته بالبيريدين ده نوت اروماتيك او نون اروماتيك، وده يعتبر ايه بسرعه اروماتيك. احنا مش هنخش في تفسيرها، بس دايما النون اروماتيك مور بيزك عن الاروماتيك معايا. على فكره بقى دي محتاج تفسيرها، عندي بيريدين وبايرول دول الاثنين اروماتيك، بس على فكره هنا باختصار كده اللومبير بتاع الان لو ترجعوا للاروماتيستي ما كانش بيخش في السيكستيت اروماتيك باي الكترون، يعني ما بيعملش ريزونانس. هنا اللومبير ده كان داخل في الكترونات الاروماتيستي، فبالتالي ده مش فاضي يشتغل كبيز، مش هيشتغل الكترون دونر، لكن هنا ده هيشتغل الكترون دونر، يبقى ده مور بيزك عن ده
معايا؟ طب على فكرة البريدين، البريميدين، مش عايز ابقى حافظها حفظ بحت، بس عامة لو اشتغلنا ادي ده شبه ده، بس هنا عندنا ان بتسحب الكترونات، مش بتسحب، دي بتقلل بازيستي. معايا؟ على فكرة انا بقارن دول ببعض، يعني باختصار كده البريدين معايا كينولين قريب من البازيستي بتاعته، مش هنخش في اثبات ليه قلت سنة، هنا ده كان قل اكتر، ده قل خالص، يعني الاول والثالث والرابع يعني مهم تفسيره. معايا؟ بص باختصار كده البازيستي بتاعت الامين فيرسس الامايد، هقولها ببساطة كده، يعني الامايد لو انا رجعت لها معايا، الامايد بلس امايد باختصار كده، احنا عندنا ار سي دبل او ان اتش 2، لو اختصرنا الكلام الكتير ده اللومبير، لو ثبت لك ان اللومبير دي اختفت بسبب الريزونانس، لومبير سنجل دبل، هنا طبعا دي اتفكت فوق نيجاتيف وهنا بلس يشبك في لومبير، هوصل لار سي او ماينس وهنا دبل ان اتش 2 بلس. فانا عايز اقول لك ان باختصار كده معايا اللومبير بتاعت الامايد دي بتعمل ريزونانس فاكنها بتختفي، شبه قصه الاروماتيك امين معايا، فبالتالي ده بيقلل البازيستي. بس لو انا قعدت بقى اقولها بدقه باختصار كده هقول لك ايه، لو بثبتها بدقه ليه البازيستي بتاعت الامايد قلت خالص والبي كي اي بتاعها تقريبا زيرو. معايا؟ هنا هقول لك الامايد لو خدت البروتون حصل بروتونيشن للان، بتوصل للكونجيجيت اسيد بتاعها. معايا؟ على فكره الكونجيجيت اسيد ده هقارن الاستابيليتي بتاعته بالريزونانس مع الامايد، ولو دي مور ستيبل مش دي اللي ثابته وده ما يتكونش. الامايد لو عملنا الريزونانس واحده واحده اتفكت الاو، مش بقت او نيجاتيف وسي بلس، سي بلس شبكه في الان اللي احنا متعودين نكتبها في خطوه، وصلت لده. هنا على فكره هنا لو اتفكت الكونجيجيت اسيد اتفكت، الاو بتسحب الباي بوند نيجاتيف وهنا بلس، بقى بلس جنب بلس، حتى حاله ريزونانس ثانيه مش ثلاثة زي ده معايا، تانية وكمان بلس جنب بلس ان ستيبل، فده صعب يتكون. معايا؟ فاحنا عامة كده بسرعة باختصار كده احنا وصلنا باختصار كده ان الامايد بتاعتنا تعتبر البازيستي بتاعتها اكيد اقل من الامونيا. معايا؟ بص بقى باختصار كده، يبقى الامايد دي تعتبر بازيستي اقل من ايه بسرعة؟ من الامونيا. يعني لو انا ممكن اقارن الامايد هتبقى على فكرة ال N H3 دي على فكرة more basic عن ايه بسرعة؟ عن الأمايد. معايا؟ دي تعتبر more basic. طب بص بقى على فكرة هنا باختصار كده احنا عايزين بس عشان دي هنحتاجها بعد كده في التلت الأخير، شايفين كلاس أمايد هو ال O عندها لومبير وال N عندها لومبير، فكان ممكن يحصل بروتونيشن لل N، مش شفناها في الصفحة اللي فاتت بيبقى الشكل unstable شوية ملوش stability بالريزونانس، لكن لو حصل بروتونيشن لل O، بص بعد بروتونيشن لل O بقت O بلس، لو اتفكت الرابطة ماينس على بلس بقت نيوترال وسابت تحت بوزيتيف، ولومبير هتمسك في البوزيتيف، فبنقول لك اثناء البروتونيشن للاو بيبقى ليه ستابيليتي بالريزونانس. فدايما في الجزء الاخير بقى هندرس كلاس امايد بالتفصيل، خد بالك بيحصل بروتونيشن للان مش ستيبل قوي، لو للاو بتبقى تعتبر ليها ستابيليتي، فبالتالي طالما الان ما حصلهاش بروتونيشن يعني هي مش شغاله كبيز. طب عندنا بقى باختصار كده الامينيوم سولت بتاعتنا، عايز اقول لك ان البرايمري امين ده بيشتغل كبيز، ده اللي ثبتناه في كتب الصفحات اللي فاتت، مع اسيد مش يعمل سولت، لومبير مع بلس عمل ايسايل امينيوم كلورايد، السكندري هيعمل سولت، التيرشري هيعمل سولت، وعلى فكره السولت بيبقى عنده ايونيك بوند فاكنه بيدوب في الووتر بسهوله. احنا دايما لما نفعل الامين مع الووتر معايا سوري مع الاسيد، الاسيد ده بيبقى غاز دايب في ميه، فالميديوم فيه ميه، فالسولت اللي بيطلع اكنه بيبقى دايب في الووتر وبيدوب جواها. معايا؟ بص باختصار كده لو رحنا بقى للكواترنري، يعني انا هرجع بس المعلومه دي وهرجع لها كمان شويه بالتفصيل، بس عامه عايز اوصل لك حاجه، عايز اوصل لك مره تاني من الصفحه دي انا قلتها بسرعه، ان لو كان الامين ده هفترض حاجه ما بتدوبش في الووتر، معايا؟ احنا مجرد ما نحط عليه اسيد والاسيد ده موجود في ووتر، معايا؟ فاحنا الاسيد موجود في ووتر، فاحنا باختصار كده بيكون سولت، السولت ايونيك، بيبدا الايونيك سولت ده يدوب في الميه اللي كان موجود فيها الاسيد اصلا، فبالتالي الامين اللي هو انسوليبل
في الووتر لو حطينا عليه اسيد هيبدأ بسهولة كده يدوب جواها، لان هو كون لي سولت سوليبل في الووتر. معايا؟ زي في الانورجانيك لما كنت بتاخد مثلا باختصار كده يقول لك البرسبتيت ده سوليبل في اكسس من كذا، يعني دي مثلا لو برسبتيت يبقى كانها بتدوب في اكسس من الاسيد. طب تعالوا بقى بسرعة، انا عايز اروح ادرس بازيستي الكواترنري امونيوم سولت. ادي الكواترنري امونيوم سولت معايا. لو انا خدت الكواترنري امونيوم سولت بتبقى هنا مع ار وار وار، ما فيهاش اتشات يعني ما اعتبرهاش كونجكت اسيد. بس ببساطه هنقول لك ايه، لو كان الكواترنري امونيوم سولت دي لو كان هالايت يبقى ملوش بيزك كاركتر. ليه؟ لان باختصار كده الان ما فيهاش لومبير تشتغل كبيز. لكن في كواترنري امونيوم سولت بدل الاكس دي هتبقى او اتش ماينس. يعني هنا في مثالين تحت، لو انا خدت ببساطه كواترنري امونيوم هيدروكسيد، هي اي نعم الان ما عندهاش بيزك كاركتر بس الهيدروكسيد او اتش ماينس ده بيز قوي، فلو لا اسيد هيتفاعل معاه. لكن هنا الكواترنري امونيوم هالايد وليكن برومايد ما بيتفاعلش مع الاسيد، نو بيزك كاركتر. فباختصار كده الكواترنري امونيوم سولت اللومبير بتاعت الان راحت اصلا في الرابطه الرابعه الكوردينيت، ملهاش بيزك كاركتر، ما عدا لو كان كواترنري امونيوم هيدروكسيد مش هالايد بقى ليه بيزك كاركتر. بسبب ايه؟ بسبب زي ما شفنا الهيدروكسيد. معايا؟ طب بص بقى هنا هقول لك سوليبيلتي الامين في الاكواس اسيد، ودي اللي انا يمكن شرحتها من شويه بسرعه. قلت لك الامين كبيز لو اتفاعل مع اسيد مش يعمل سولت، السولت ده ممكن يكون امينيوم هالايد او امينيوم هيدروجين سلفيت. معايا؟ هيدروجين سلفيت باختصار كده لو خدنا سلفوريك اسيد مش البروتون يشبك في الان وتسيب هيدروجين سلفيت كسولت. معايا؟ وهنقول لك دي تعتبر طريقه بنميز بيها الامين، وهرجع لها في الرياكشن بتاعت الامين عن اي حاجه تانية. يعني الامين بيز لو حبيت افرعه عن اي اسيد او حاجه نيوترال، اسيد مع اسيد نو رياكشن، اسيد مع نيوترال برضك مفيش تفاعل. لكن البيز مع اسيد مش يعمل لك سولت، والسولت ده كمان سوليبل في الميه اللي دايب فيها الاسيد اصلا. معايا؟ لان مره تانية هقول لك الاسيد ده في الغالب HCl او سلفوريك اسيد، مش ده غاز HCl دايب في ميه، والسلفوريك ده غاز SO3 دايب في ميه. فالاسيد اما اضيفه على البيز بيبقى فيه ميه في الميديوم، مجرد ما كون سولت ايونيك يبدا يدوب في ميه ايه؟ الاسيد. بس خد بالك بقى الامايد، يا ريت ما تنساش الامايد. معايا؟ الامايد بتاعتنا دي اللي هي الار سي او ان اتش 2، مش قلنا الامايد دي ملهاش بيزك كاركتر فبالتالي ما بتدوبش في الاسيد زي الامين. معايا؟ فممكن نفرق الاسيد قلنا الامين عن اي حاجه ولتكن امايد بالتفاعل مع ممكن نفرق امين عن الامايد بالتفاعل مع الاسيد يكون سولت دايب في الووتر وخلاص. بص بقى اخر حاجه كلمتين بسرعه كده عن الامين برضك، ممكن استخدم الامين كريسولفنج ايجنت معايا للإنانشمر. يعني على فكره لو انا خدت مثلا اتنين إنانشمر اهم اسيد واسيد، واحد ار والتاني اس، بيبقى ليهم تقريبا نفس الفيزيكال بروبرتيز والكيميكال بروبرتيز، فانا صعب افصلهم عن بعض. طب لو انا جبت لهم امين وليكن الامين دوت ار او اس، يعني واحد امين إنانشمر، فانا كل الفكره ان الاسيد مع البيس هيعمل سولت، مش بروتون يجي هنا تبقى ان اتش 3 بلس ويقف جنب الماينس، اهي بالشكل ده ان اتش 3 بلس ويقف جنب الماينس، وبرضك الامين اتفاعل مع الاسيد التاني، فكده بيبقى عندك سولت عنده ار ار وار اس. لو فاكر من الاستيريو بقى السولت ده على بعضه كده دولت مع بعض اسمهم دايستيريومرز، ما بقوش انانشمر، والدايستيريومرز دولت مختلفين في الفيزيكال بروبرتيز عن بعض، فبالتالي سهل السولتين دول نفصلهم عن بعض. معايا؟ لو فصلتهم عن بعض بتجربه وبعد كده اكني فصلت ده عن ده، هاجي احط اسيد، الاسيد هيسحب لي البيز معايا ويسيب لي الاورجانيك اسيد. سي اسيد زي HCl مثلا معايا هو اقوى من الاورجانيك اسيد، فبالتالي هياخد البيز منه معايا ويحل محله، فبالتالي هيطلع لي بقى الاسيد ده فري والاسيد ده فري، بس هما كانوا اتفصلوا يبقى انا فصلت الار عن الاس. فاحنا بنقول لك الامين از ريزولفنج ايجنت، يعني هقدر استخدمها لفصل الانانشمر عن بعض بالفكره البسيطه دي. معايا؟ انا احنا كده خلصنا الجزء ده بس مفيش وقت ارجع لتكمله جزئيه البريباريشن بتاع هوفمان وكيرتيس، هرجع لهم ان شاء الله ممكن بعد الرياكشن. معلش بقى عشان وقت الفيديو. السلام عليكم، مع السلامه.